دومين ديالي كندير بالناي في الموقف، ما كنخدمو نهار ما كنخدموش ولا ثلاث ايام ما كنخدموش، وهادي الحرفه ديالنا. شحال هادي انت خدام في هاد الحرفه؟ هاد الحرفه تقريبا واحد 40 سنه وانا فيها، 40 سنه وانا خدام في هاد الموقف هذا، بهاد الباب الجديد هذا. وهادشي اللي كاين. يعني اللي كيبغي كيجي من هنا. اللي كيخصو بالناي ولا شي حاجه كيجي عندنا هنا للموقف كنمشيو معاه من الموقف. شكليا ولا شي حاجه كنخرجوا معاه من الموقف. وش هي المشاكل ديال هاد الحرفه؟ هو المشاكل ديال هاد الحرفه كل واحد كيفاش كتلاقى معاه، كاين اللي كتلاقى معاه كتخدم معاه كيخلصك كيتهلا فيك، كاين اللي كتلاقى معاه كيكرفسك ثاني، انت وزهرك انت معاه ما تلاقيتش. وبالنسبه لك انت يا الاسره ديالك شحال عندك من وليدات؟ عندي ثلاثه ديال الوليدات، انا ساكن في سيدي رحال، كنجي من سيدي رحال للمدينه القديمه. يومين الي روتو كنطلع الصباح كنجي العشية يومين. شحال كتقدر تسنى باش يجي كليان ولا ما يجيش؟ تقدر تريح ثلاث ايام يومين وانت ما خدامش حتى سيمانه كاع، عادي يقدر يجيك واحد تخدم معاه نص نهار ولا نهار كاع تكمل معاه النهار، تصور معاه ديك 100 درهم او 4000 تيسيبك انت خسرتي كثر منا. دابا ما يبي والله ما كاين 100 درهم كاع مريحين دابا ما كنمشيو كنجيو قليل في كنخدمو كاع مع هاد الوباء هذا. ويعني شحال كيجيك المدخول تقريبا؟ المدخول ما كاينش مدخول، داكشي اللي صورتي كتعاود ترجع ليه تاكلو تسلف باش دي باني تعاودي باش شي بريكو ثاني معاه، وبنادم راه مأزم وصافي عايش في الأزمة وصافي. هو ضروري كتحس بالحقرة ضروري، ولا بدا ما تحس بها طايح عليك الدم كاع تبغي الكياس ودير كاع ما تعاود داكشي، سوى الله سبحانه هو اللي كيحسن. ما البصر كاع ما كيحس بالبصر، قليل فين كتصيب شي واحد اللي يقدر يقدرك ويحس بيك كاين هو راه ديال حياتك ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.